يا مساء الفل على حضراتكم كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وموجودين مع حضراتكم النهارده على مدار ساعه في تغطيتنا الخاصه لانتخابات نادي الزمالك. هنكون موجودين بنغطي كل ما يدور في نادي الزمالك على مدار ساعه النهارده هنكون مع حضراتكم فيها. خلاص يمكن تفاصيل او ساعات قليله وهيتم الاعلان عن اللي هيكون بيترأس نادي الزمالك. مهمه مش سهله، مهمه صعبه، واكيد الكل يعلم مدى صعوبه المرحله القادمة اللي هيكون بيترأس وبيتولى مسؤولية رئاسة نادي الزمالك في الفترة اللي جاية. بنتمنى أكيد كل التوفيق بإذن الله. هنكون موجودين زي ما قلت لحضراتكم على مدار ساعة من دلوقتي. مشرفني ومنورني من خلال الساعة اللي هنكون فيها مع حضراتكم النهاردة الأستاذ حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين. مساء الفل على حضرتك، مشرفني ومنورني. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين، وتحياتي لحضرتك والسادة القائمين على البرنامج وعلى القناة. يعني زي ما قلت في البدايه، هو النهارده اليوم مش سهل، اليوم صعب، واكيد حضرتك متابع من بدايه اليوم كل التفاصيل الخاصه بانتخابات نادي الزمالك والظهور الكثيف اللي شفناه النهارده على مدار اليوم. اسمح لي بس بدايه ان انا اتقدم بالتعازي الى شهدائنا في الوطن العربي، شهداء فلسطين، ونامل ان شاء الله ان ربنا يثبت اقدام الشعب الفلسطيني، و في نفس الوقت بعلن دعمي إلى القيادة السياسية في مصر وقواتنا المسلحة الباسلة في اتخاذ كل ما يرونه مناسبا للحفاظ على بلدنا مصر الحبيب. في الحقيقة بالنسبة لانتخابات نادي الزمالك، هي طبعا هذه الانتخابات زي ما شفنا النهاردة أنا شايف أنه يوم ديمقراطي جميل جدا، بعيدا عن بعض الأشياء البسيطة اللي ممكن بعض المرشحين كانوا شايفينها في أخطاء في بعض الحاجات، ولكن المجمل بشكل عام هو يوم جميل جدا، لأن هي مرحلة جديدة في تاريخ نادي الزمالك. أنت بتأسس حاليا في انتخابات إلى نادي، طبعا كلنا عارفين نادي الزمالك وأهميته في مصر والوطن العربي، وإزاي أن جماهيره العاشقة ليه بتتمنى استقراره. فهذه المرحلة أنا شايف أن الدولة في الفترة الأخيرة ساعدت بشكل كبير، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، ساعدت بشكل كبير على أن يكون في سرعة في إجراء الانتخابات في محاولة لإيجاد استقرار لهذا النادي. الإعلام بشكل كبير جدا ساعد أن المرحلة في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية أو الإجراءات الانتخابية الفترة اللي فاتت أن هي يعني برضو كان في دعم كبير جدا والبعد عن السلبيات، عشان نتحول بهذا النادي العريق إلى مرحلة جديدة فيها استقرار، فيها أمل جديد بالنسبة لجماهير وأعضاء. أستاذ حسن هنرجع ونكمل الحديث مطول مع حضرتك النهاردة، ولكن خلينا نروح لقلب الأحداث مع زمايلنا الأعزاء. النهاردة يوم مميز أكيد لكل محبي وعشيق نادي الزمالك اللي هنكون موجودين فيه مع حضرتكم. خلينا نروح لزمايلنا الأعزاء هناك ونتعرف منهم على كل الكواليس اللي بتحصل. الزميل العزيز خالد رزق والزميل العزيز حسن غنيمة. هبدأ مع زميلي خالد رزق. خالد مساء الفل عليك، وقول لي إيه الأخبار عندك، وهل بدأت عملية الفرز ولا لسه؟ كل التحيه ليك يحيى. طبعا من داخل نادي الزمالك وجوه الانتخابات اللي دايما معتاد عليها بتكون حماسيه وبيكون ليها روح مختلفه عند كل اعضاء نادي الزمالك المحبين والعاشقين لنادي الزمالك. يعني يمكن الفرز تم انتهاء التصويت لاعضاء النادي الزمالك في السابع مساء، وكان هناك يعني قرار من رئيس اللجنه، وده شيء طبيعي جدا ان يكون هناك يعني من تواجد داخل المكان هنا اللجنه الانتخابيه ويعني خدوا منه البطاقه بتاعته يكون متواجد حتى الانتهاء من عمليه التصويت. والفرز بدا تقريبا من الساعه 8 مساء، وكان ليه حديث مع رئيس او المستشار لرئيس اللجنه بالتاكيد عن متى سيتم الانتهاء من عمليه الفرز. قال لي تقريبا بعد 3 ساعات من الان تقريبا هيكون عمليه الفرز اكتملت. يمكن الاجواء هنا مميزه جدا، اعضاء نادي الزمالك اللي كانوا حريصين على عمل يوم جميل، يوم منظم بالتاكيد. هناك بوابه للدخول، بوابه للخروج، كل عضو من اعضاء نادي الزمالك بيتواجد ومعاه البطاقه بتاعته عشان يقدر ان هو يدلي بصوته.
يمكن تم فتح باب التصويت من الساعة 9 صباحا وانتهاءه الساعة 7 مساء. طبعا هنا 130 لجنة بيعملوا بشكل مميز جدا، وهناك مستشارين بيتابعوا كل الأحوال داخل هذه اللجان، ولو هناك أي مشكلة بيتم التوجه إلى المستشار وبيكون بحلها. وحتى الآن الحمد لله ما فيش أي أشياء حصلت خارج النطاق الطبيعي وخارج الإطار الطبيعي هناك، يعني العملية الانتخابية ماشية بشكل مميز جدا. وكان بيتواجد في الصباح الباكر عدد من رموز نادي الزمالك اللي كانوا حريصين على الإدلاء بأصواتهم زي كابتن حسن شحاتة، كابتن حازم إمام، كابتن أحمد الأحمر، مستشار أحمد جمال، جلال إبراهيم بالتأكيد، وغيرهم عديد من الأسماء والرموز اللي تواجدت في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم. ويعني هناك تقريبا اللي تواجدوا من أعضاء نادي الزمالك للإدلاء بأصواتهم النهارده من 25,000 ل 30,000 تقريبا، ممكن يكون أزيد بحاجات بسيطة، ولكن ده من خلال رئيس اللجنة الانتخابية اللي قال لي إن هو الأعداد كانت بتتراوح بين هذه الأعداد، ومستمرين أكيد في أجواء اليوم النهارده وصولا لإعلان النتيجة بإذن الله يعني ممكن بعد 3 أو 4 ساعات من الآن. يعني يحيى دي الأجواء حتى الآن من داخل اللجنة الانتخابية. نعود لك مرة أخرى في الاستوديو، اتفضل. خالد يعني خليني أسألك، هل مع بداية الفرز زي ما أنت بتقول لي من الساعة 8 هل في أي مؤشرات ظهرت ولا لسه؟ يعني خليني اقول لك يا يحيى ان لسه ما ينفعش يكون في اي مؤشرات، يعني هو ممكن بعض البوادر اللي بتتقال ان يعني هناك يعني الاستاذ حسن لبيب يمكن هو مفضل شويه او يمكن الاسم بتاعه الرائج حتى الفتره الحاليه، وايضا يعني الاستاذ هاني العتال برضو هناك برضو يعني ان اسمه متواجد بشكل اكبر شويه في عمليه التصويت، ولكن طبعا ما ينفعش اي حد يتكلم على اي فروقات حتى الان. لسه عمليه الفرز في بدايتها، يعتبر طبعا اعداد تصويت كبيره جدا، هناك اصوات باطله وهناك اصوات صحيحه، فلسه الموضوع بدري شويه عليه. يعني ممكن قبل نهايه الفرز باشياء بسيطه ممكن تبدا تظهر الملامح للجنه اللي هتشكل نادي الزمالك الفتره القادمه. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا طبعا. وننتقل للزميل العزيز حسن غنيمه. يا حسن مساء الفل عليك، اتفضل. من داخل نادي الزمالك تحياتي اليك زميلي العزيز يحيى حمزه، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بالتاكيد الصوره من خلفي بتتحدث عن نفسها، هناك انباء ان الاقبال تاريخي، يعني واحده من اكبر الانتخابات اللي حصل فيها حضور لاعضاء الجمعيه العموميه عبر التاريخ. الالاف من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك توافدوا على ابواب نادي الزمالك منذ 9 صباحا من اجل الادلاء باصواتهم لانتخاب مجلس اداره جديد لنادي الزمالك لمده 4 سنوات مقبله. لكن يحيى خلينا اقول لك، من خلال احاديث مع أعضاء الجمعية العمومية اللي تواجدوا بكثافة منذ الصباح الباكر، اتكلموا عن طلباتهم من المجلس الجديد للمنتخب بإذن الله اللي هيبدأ عمله من بكرة، أن عنده بعض التحديات على صعيد الفريق الأول لكرة القدم، هو فك حظر القيد وإبرام صفقات يعني عشان تكون كده متواصلة مع طموحات نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل، وحل أزمات المستحقات اللاعبين في كل الألعاب الرياضية. اتكلموا كمان عن مطالبهم في تطوير النادي من الناحية الإنشائية ومن الناحية الاجتماعية، والبدء في إنشاء فرع 6 أكتوبر لنادي الزمالك عشان يدر مال ويكون مصدر للأموال لنادي الزمالك في الفترة المقبلة. لو كلمتك يحيى عن أحداث اليوم الانتخابي النهاردة، نقدر نقول إن هو كان في المجمل يوم هادئ، يعني المناوشات كانت في أضيق الحدود، وإن كان هناك بعض المناوشات البسيطة ما بين بعض المرشحين ودي بنشوفها في كل الانتخابات، لكن في المجمل نقدر نقول عليها مناوشات بسيطة لم تعكر صفو هذا اليوم الانتخابي اللي نقدر نقول ان هو مر بمنتهى الرقي والتحضر بما يليق بحجم وقيمة نادي الزمالك على مستوى العالم، مش في افريقيا او في مصر بس، كواحد من اكبر القلاع الرياضية على مستوى العالم. عشان كده الكل بيتجه انظاره نحو نادي الزمالك عشان يشوف مين المجلس المنتخب لاربع سنوات مقبلة. يعني المؤشرات الانتخابات حتى الآن، اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات داخل نادي الزمالك أعلنت بشكل رسمي اكتمال النصاب القانوني للانتخابات، وبدأوا في حصر الأصوات تمهيدا لفرزها عشان يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الساعات الأولى من صباح اليوم. وبالتأكيد هنكون مستمرين مع مشاهدي أون تايم سبورتس كالعادة لغاية الفجر، لغاية لما النتيجة يتم إعلانها لحظة بلحظة، هنتابعكم بكل الأخبار. لكن يحيى خليني أقول لك بعض المؤشرات يعني الموجودة بعد غلق أبواب التصويت وغلق صناديق التصويت، ان هناك بعض التقدم للقائمه الموحده برئاسه الكابتن حسين لبيب، وان كان كابتن فاروق جعفر مازال في الصوره ومازال في المنافسه. اشد المقاعد الموجوده هنا في الانتخابات اللي فيها منافسه شديده جدا من العيار الثقيل هو منصب نائب الرئيس، منافسه من العيار الثقيل بين المهندس هشام نصر وهاني العتال، يعني الاثنين ماشيين 50-50 50-50 لغايه دلوقتي. هيتم اعلان النتيجه وهنعرف مين اللي هيفوز
بالتاكيد يعني العمليه الامن الحقيقه نحب ان احنا نشيد بالامن. النهارده كان دخول عدد كبير جدا والالاف من اعضاء الجمعيه العموميه الى داخل نادي الزمالك عبر الابواب الموجوده سواء باب 26 يوليو او من الحمديه الشاذليه، وبيروحوا بمنتهى السهوله للخيمه الانتخابيه الموجوده داخل استاد عبد اللطيف ابو رجيله عشان يطلبوا اصواتهم بمنتهى السهوله. يمكن دي كانت بعض الاجواء والكواليس الموجوده حتى الان هنا داخل الخيمه الانتخابيه داخل نادي الزمالك، وبالتاكيد يا يحيى هتابعك على مدار ال 24 ساعه بكل ما هو جديد داخل نادي الزمالك والانتخابات باذن الله. الكلمه اليك زميلي العزيز يحيى حمزه، تفضل. كل الشكر للزملاء الاعزاء خالد رزق وحسن غنيمه من داخل نادي الزمالك. والساعات الاخيره خلاص في انتخابات نادي الزمالك. بس حسن، يعني رايك في الزحام الشديد اللي احنا شايفينه النهارده من بدايه اليوم الحقيقه من قبل الجمعيه العموميه والناس اللي موجوده ونجوم نادي الزمالك اللي موجودين النهارده عشان يكونوا بيشاركوا في انتخابات نادي الزمالك؟ في الحقيقه اللي حصل النهارده ده تعبير عن رغبه اعضاء الجمعيه العموميه وكل رموز الزمالك في مرحله جديده للنادي، مرحله يكون فيها استقرار، مرحلة يكون فيها حل لأزمات هذا النادي، ولأن نادي الزمالك نادي كبير ولازم كلنا نعترف بذلك ونؤكد على ذلك. زي ما الأهلي نادي كبير، الزمالك نادي كبير، وكل أندية مصر الشعبية والجماهيرية أندية كبيرة، ولازم نحافظ دايما على تقديرها وتواجدها بالشكل الكويس. نادي الزمالك عانى في الفترة الماضية من بعض الأشياء اللي كانت فيها كثير من الأزمات، و كان في كثير من اللغط يحيط بالنادي. طبعا النادي النهارده اللي حصل والصوره اللي نقلوها الزملاء حاليا هو تعبير عن ما حدث طول اليوم. صحيح. هو فعلا طول اليوم كان في روح جميله جدا. انا رحت اديت صوتي بكل سهوله ويسر، دخلت كان في تنظيم للامانه، اللجنه المشكله المشرفه على النادي عامله شغل كويس جدا، الساده القضاة المشرفين على الانتخابات قايمين بدورهم على اكمل وجه، الاجواء ديمقراطيه وجميله جدا حتى بعيدا عن ان في منافسه محتدمه في بعض المناصب، ولكن الامور كلها المنافسه دي منافسه طبيعيه ومنافسه جيده وصحيه. ليه؟ لان كل دول يعني انت عندك 65 مرشح كلهم عايزين يخدموا النادي. طبعا كلهم داخلين بروح انهم عايزين يخدموا. صحيح. قد يكون تختلف المساله في جذب الاصوات من شخص لشخص، وده وضع طبيعي في اي انتخابات. صحيح. لكن هي القصه كلها ايه؟ ده تعبير عن حب الناس وشعورهم بمدى ما يمر به نادي الزمالك. فبالتالي ما حدث اليوم احنا شايفينه ايجابي جدا كاعلام وكمتابعين. شايفين ان هو حاله صحيه جدا اللي حصل، سيبك من بعض الناس اللي هي يعني كانت زعلانه او مستاءه من المرشحين، شايف فرص صعبه فحاول، شايف حاجات مش بالنسبه له، فدي مناوشات بتحدث في اي انتخابات، بس مناوشات كانت خفيفه جدا وطفيفه مقارنه بما كان يحدث من قبل. فانا شايف من وجهه نظري النهارده كان يوم جميل جدا، يوم ديمقراطي، يوم بيعبر عن رغبه اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك في ان يعني يتحول هذا النادي الى مرحله جديده. دي مرحله مختلفه تماما، اعتقد بوجوه جديده، بناس كلها عايزه تخش تبني نادي الزمالك. طبعا. القماشه كانت واسعه جدا ومفتوحه للجميع، الامور كانت منظمه بشكل كويس جدا، فانا اعتقد ان كل ده هينعكس ايجابا على المرحله المقبله باذن الله نادي الزمالك. استاذ حسن، خلينا نتفق، ازمات كتيره بيعيشها نادي الزمالك على مدار الايام او السنين اللي فاتت، ومسؤوليه كبيره جدا هتكون على عاتق المجلس القادم لنادي الزمالك، وتحديات كتيره جدا هي شعار المرحله القادمه لمجلس اداره نادي الزمالك. من اهم التحديات اللي حضرتك بتشوفها من وجهه نظرك اللي هيكون على طاوله البدايات زي ما بيقولوا بعد التولي على طول الرئاسه؟ هي طبعا ابرز الازمات هي الازمه الماليه. يعني كون ان انت بقى تبتدي تشوف ازاي مواردك الماليه ايه، وهتبتدي تنمي هذه الموارد او تحاول تشوف مداخيل كتير، عشان لان معظم ازمات الزمالك في البدايه بعيدا بقى عن الانشاءات والجزء الانشائي ده هياتي مع الوقت والتخطيط، لكن مبدئيا انت عندك ازمات، ازمه قيد، ازمه كذا، ازمه صحيح. كذا، لاعيبه لها مستحقات، ليك قضايا، عليك قضايا كثيره لبعض اللاعبين انهم مستحقات خارجيا غير داخليا، انت عايز تحل كل هذه الازمات وعايز توفر مناخ طبيعي حتى ان ما يبقاش في تاخر في مرتبات العمال. صحيح. يبقى في استقرار الى حد ما في داخل النادي اداريا. كل هذه الاشياء هي ما يواجهه مجلس الاداره. طيب مجلس الاداره ده قدامه قد ايه لما يستلم؟ على الاقل اسبوع. صحيح. ما هو مش هيبقى تاني يوم هيجي يشتغلوا على طول، لا.
لسه في اجراءات اداريه وتسليم وما يتعلق برضو بالميزانيه والحساب الختامي، انا شايف ان ممكن برضو يحصل رفض ليها، فمش مسؤوليتهم دي، ولكن اجراءات الشباب والرياضه عشان التسليم والتسلم والتوقيعات والاشياء كلها على الاقل داود اسبوع او 10 ايام. خلال هذه المرحله انا اتمنى ان هذا المجلس يقعد بقى بيكون ايده بجد في هذه الملفات عشان يعمل اول اجتماع يكون فيه قرارات واضحه فيما يتعلق بكل الاشياء المتعلقه بنادي الزمالك، لان الاجتماع الاول لاي مجلس هو المعيار الحقيقي للتعبير عن توجهات هذا المجلس في الفتره المقبله. صح. فلازم يكون صحيح. استعداد بشكل كويس في هذه المرحله. طبعا النهارده اللي هينجح كلنا لازم نبارك له، وكلنا لازم ندعمه، وكلنا لازم نقف وراه. واتمنى ان مساله الطعون ومساله الاشياء اللي هي القضائيه والقانونيه خلاص دي منافسه وانتهت. ما يبقاش كل القصه، لان في البعض للاسف بيتحول معه الامر الى يعني ايه رغبه في الظهور او رغبه في كذا، فبيتحول ده عنده بالقضايا. طيب ماشي، ما هو انت بتحب النادي، خلاص منافسه خلصت، مباراه انتهت، الروح الرياضيه تطلع، نسيب بقى الناس اللي جت تشتغل، نحاول ندعمهم. وانا شايف ان كانت في افكار كتير كويسه، يعني احنا 65 مرشح هينجح 12، باقي الناس طب ما تمد ده 30 مرشح لو مدوا ايديهم بالافكار ودخلوا مع النادي وشاركوا بلجان وشاركوا بافكار وشاركوا بحاجات أتساعد. بالعكس ده احنا طبعا. عايزين كده. نادي الاهلي، نادي الزمالك محتاج يعبر عن نفسه في الفتره المقبله بشكل مختلف، محتاج نوع من الاستقرار، نوع من العقلانيه في الاداره، محتاج يعني اعاده هيكله للمنظومه الاداريه الداخليه بشكل كبير جدا. من هنا هتبتدي النجاح، يعني اي ازمات ليك لازم الاول تعيد ترتيب البيت. اذا انت رتبت البيت صح هتنطلق بشكل جيد للمرحله المقبله وهتبتدي تحل ازماتك. ثانيا انا شايف خلال الفتره اللي فاتت ان زي ما اتكلم الزميل حسن والزميل اللي كان معاه خالد اتكلموا عن رموز نادي الزمالك اللي كانت موجوده. طبعا احنا شفنا في الفتره اللي فاتت قد ايه رموز نادي الزمالك، بدايه من الاستاذ الكبير فهمي عمر، الدكتور كمال درويش، الدكتور اسماعيل سليم، كل الاسماء عشان ما ننساش حد، كل الناس حتى النجوم كابتن حازم امام، الكباتن كلهم، كابتن حسن شحاته، كل الناس دي كلها كانت موجوده عشان ايه؟ عشان تدعم استقرار الزمالك. في ناس كتير كانت يعني جواها احباط في فترات سابقه، الان بتخرج عايزه تدعم النادي، فبالتالي كل هذا الدعم وكل هذا الامر بيحمل المجلس القادم مسؤوليه كبيره جدا. هذه المسؤوليه لابد ان الكل يتكاتف وراهم، ما تبقاش مسؤوليه المجلس بس. ما هو انا كمجلس اذا كنت انا هاجي كمجلس وحاليا قدرت ان انا اخوض سباق انتخابي وصراع كبير جدا وتخطيته، هاجي اواجه مشكلات النادي ولا اواجه مشكلات اللي الناس اللي بتقعد تشتغل لي على السلبيات؟ ما لازم اسيبه يشتغل طبعا. لازم هذه الحاله تستمر، ولازم برضو الناس او اللي عندهم رغبه ان هم يخشوا نادي الزمالك تاني او يذهب الى مرحله من القضاء والتقاضي والحاجات، لا لازم يكون في روح مختلفه، يكون في يعني يشوفوا النماذج اللي بتتكاتف ورا المجلس اللي جاي ويكون نموذج يحتذى به. لان اي مجلس اداره اذا اشتغل في اجواء هيئت له بشكل جيد هتساعده على النجاح طبعا. لم تهيئ الاجواء لم تساعد على النجاح. وفي فرق بين كلام المسؤول وكلام رجل الشارع. صحيح. لازم نفرق، ولازم نادي الزمالك في المرحله المقبله يكون مجلسه مجلس مسؤول، تصريحاته تكون مسؤوله طبعا. كلامه يكون مسؤول، من هنا هيكون في نجاح وفي مرحله جيده لنادي الزمالك. استاذ حسن، بدات كلامك بملف كره القدم داخل نادي الزمالك وهو الشغل الشاغل لجمهور نادي الزمالك اللي مستني الكثير من مجلس الاداره اللي جاي، ومشاكل موجوده في ملف كرة القدم من شكاوي في الفيفا، من وقف قيد، من أزمات مالية، كيف يتم التعامل مع الملف ده؟ ويمكن ده من أهم الملفات على ترابيزة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد. أولا عشان يكون في تعامل لازم يكون في فلوس تمام؟ فعشان يكون في فلوس لازم يكون قدام حضرتك مال النادي وما عليه، يعني ما ينفعش يبقى ما عليا وما قدامش الملف المالي ليا، ما أنا ليا مستحقات في حتت ممكن تكون متأخرة، ليا إيجارات متأخرة، ليا اشياء كثيره، تعاقدات متاخره، يعني لازم اشوف الملف. مع ملف الكره ده زي ما عليه بيبقى ليه في تسويق، في كذا،
واعتقد ان المرحله اللي جايه ومن خلال الحاله اللي كانت موجوده خلال مرحله الدعايه الانتخابيه وكتير من رموز الزمالك، انا اعتقد ان في ناس كتير هيبقى فيه يعني زي ما النادي الاهلي نادي جاذب في استقراره، نادي الزمالك لما يكون مستقر هيبقى جاذب للمعلنين. انا شايف ان يعني برزنتيشن دلوقتي اصبحت شركه مسوقه لهذه الانديه او الشركه المتحده للخدمات الرياضيه، فبالتالي هذا التسويق هيساعدهم ان هم المعلنين هيجوا. طب انت دلوقتي عشان تجيب موارد منين؟ انت لازم السلعه بتاعتك تكون جيده، صح؟ دي نمره واحد. لازم السلعه بتاعتك تكون مستقره بالظبط. ما هو انا دلوقتي لما باجي ابيع مثلا منتج كويس اكيد الناس كلها بتتهافت عليه. لما بتيجي تتنظم بطوله زي بطوله السوبر المعلنين بيجوا ليه؟ لان انت عامل بطوله محترمه ومستقره، تعمل ماتشات للمنتخب زي ماتش الجزائر شفناه، صحيح، في احسن مستوى. المعلنين بيجوا ليه؟ انت بتسوق عندك يعني ماده او سلعه جيده، صحيح. فمع الاستقرار ومع فتح الباب للتكاتف للجميع، الاستقرار اهم من الكواليتي اللي موجود عندك. يعني الكواليتي هو موجود، ما هو من لعيبه موجوده بس من اسامي كبيره، ولكن اللاعبين هيتعلى كمان ادائهم وهتعلى سمتهم مع الاستقرار. اما يشعر ان انا عندي مجلس اداره حقيقي بيتعامل معايا بشكل فيه احترام وفي تبادل منافع كويس جدا، انا هعطي بشكل كويس، لان اللاعب عليه دور طبعًا. زي ما ليه حقوق. فبالتالي لازم يكون قدامي ملف اللي عليا والملف بالحقوق بتاعتي. وانا اعتقد ان يعني غالبيه المرشحين الموجودين ملمين بشكل كبير بمشاكل نادي الزمالك. فهتيجي تقول لي ازمه قيد، ما ازمه القيد دي زي ما اتحلت في كره اليد هتتحل، ما فيش مشكله فيها ان هي تتحل، هي كل القصه دفع مستحقات فهيتفك القيد. فبالتالي انا اعتقد المرحله الجايه هنشوف يعني ناس كتيره من الشركات المعلنه. خليني اقطع حضرتك في جزئيه، ويعني بشوف ان انت دلوقتي نادي الزمالك انت بتدور على خطه طويله المدى، مش مجرد ان انا بقول حل دلوقتي او حل مؤقت فبفك بيه الاشتباك اللي موجود عند جماهير نادي الزمالك وبعد كده مش راسم المستقبل شكله عامل ازاي قدامي. هو طبعا كلامك مظبوط ومنطقي وواقعي جدا ان انا يكون عندي خطه طويله المدى وخطه قصيره المدى. خطه طويله المدى ليها اهداف، وخطه قصيره المدى للمشاكل العاجله. المشاكل العاجله زي ما قلنا بتبدا من ترتيب البيت، يعني ما ينفعش اكون انا شغال في النادي وقاعد مرتبي بيتاخر وما بيجيش عندي مشاكل جوه النادي، عندي مشاكل، ما انا مش هادي. ما هو الاستقرار الاداري هو اللي هيدي انطباع للاخر ان انت مستقر. ثانيا، انت حضرتك الخطه قصيره المدى اللي هي متعلقه بالحاجات السريعه اللي هي تفك الاشتباكات زي القيد ومش عارف ايه الحاجات دي، لو عليك بعض القضايا لازم يكون عندك بجد. يعني مشكله الزمالك ان معظم القضايا اللي بيدخلها في مع اللعيبه بره في الفيفا هنا وهنا بيخسرها، بالرغم ان هو بيكون يقول يعني المقدمات اللي بنسمعها كاعلام قبل الخوض في هذه المشاكل ان انا قوي موقفي قوي، ونفاجئ ان الزمالك ما عليه عقوبات، صحيح. طب يبقى اذا في حاجه غلط، يبقى لازم يبقى عندك لجنه قانونيه بتعرف تتعامل مع الفيفا وهذه المشاكل. دي نمره واحد. ما هو انت لو حليت المشاكل دي قانونا او في بعض الحاجات استأنفت فيها او عرضت فيها وانتظرت حلول بعد كده مع الوقت ممكن يكون في حلول تانية، في لعيبه ممكن تتفاوض معاها لو ليها مستحقات بس تشعر بالجديه. كل هذه الاشياء حلول سريعه تقصد بكلام حضرتك ان الزمالك محتاج بيدار بشكل مؤسسي المرحله طبعًا اللي جايه. طبعا، ما هو اداره الفرد الواحد لن تفيد. ما هو انا مش انا شوف، امال ليه المجلس 12؟ عشان 12 واحد يفكروا، كل واحد يمسك ملف، صحيح، ويحله. انما انا لو انا وفي النهايه بيتحط ده كله على ترابيزه المجلس الاداره وكل واحد بيعرض الملف اللي معاه افضل السبل فيه. ما ينفعش حضرتك تدير قناه تقدم وتذيع وتخرج لا، امال الناس الموجوده وطاقم العمل ده كله ليه؟ كل واحد ليه دور بيأدي، نفس الحكايه عمل جماعي في الاخر مش عمل فردي بالظبط. فالعمل الجماعي ده انا اعتقد انتقال الزمالك لمرحله مؤسسيه وعمل بشكل مؤسسي هينعكس على كل هذه المشاكل. واللي انا بتمناه حاجه واحده زي ما قلت لك، هي ايه؟ ان الناس فعلا يعني تاخد المساله بروح رياضيه. اللي فاز الف مبروك، اللي ما وفقش هارد لك ويمد ايده، ونسيب بقى مرحله من الاستقرار شويه. النادي ده محتاج شويه استقرار، الاستقرار بجد هو الحاجه الوحيده لنادي الزمالك. احنا بنامل او جماهير الزمالك بتامل ان النادي يعني يكون في مرحله فارقه جديده
في تاريخه، واحنا كمان بنأمل معهم ذلك. أملنا ده بينعكس على إيه؟ بينعكس إن الزمالك تاريخ طبعا. الزمالك محتاج أبنائه يقفوا بجد مرة واحدة. كان الناس بتشتكي الفترة اللي فاتت إن احنا مختلفين صحيح. وفي اختلافات، قد يكون وجهات نظر مختلفة، قد يكون في بعض الأشياء اللي عشناها كلنا وخلاص عايزين صفحة واتقفلت ما نرجعش بيها، عايزين ننظر للأمام. فعشان تنظر للأمام، طب النادي مفتوح دلوقتي على مصراعيه للجميع، الرموز كلها كانت موجودة طول الفترة اللي فاتت وشايفينهم صح. شفنا كلماتهم المؤثرة لنادي الزمالك ودعم المرشحين، شفنا أشياء كثيرة إيجابية. احنا كمان كإعلام لابد ناخد الجانب الإيجابي شوية. يعني شفنا تنازلات موجودة في طبعًا. الفترة اللي فاتت طبعا شفنا الدكتور عبد الله جورج، شفنا سليماني الكابتن احمد سليمان، يعني اكتر حد بالظبط يعني دخل في نسيج القايمه او حاول ما يخلقش جو من التوتر. وكنت صحيح. اتمنى برضو ان الاستاذ هاني العتال يكون في تنسيق وتوافق. كنت اتمنى كتير من المرشحين يقعدوا قبل خوض التجربه ويقل العدد شويه عن كده، ولكن هي مع الانفتاح اللي حصل ورغبه الجميع لخدمه النادي، لان كل ده تعبير عن ايه؟ ما هي الديمقراطيه كده، هو حق مشروع للجميع او بالزبط. حق مشروع كل محبي نادي الزمالك. هي الديمقراطيه ان انت تسيب الناس كل اللي عنده رغبه طبعا. عايز يخدم النادي، وخاصه ان الناس كتيره كانت شعره في الفتره اللي فاتت بسلبيات كثيره في نادي الزمالك، والمرحله اللي فاتت مع وجود اللجنه يعني اللي قامت بدورها بشكل كويس جدا برئاسه الدكتور عماد البناني، ورغم الناس كتير هجمت في البدايه لكن الراجل أدار المسألة بكل طبعا. حجمة، بعد عن الإعلام خالص صحيح. ركز رتب الأوراق، وده انعكس النهاردة. تشوف حضرتك، شوف الخيمة على شكلها يعني منظمة طبعا. كل اللجان كانت بسهولة ويسر، كل الأمور اللي كانت محتاجها اللجنة المشرفة سواء القضائية أو لجنة الشباب والرياضة كانت متوفرة لهم. الأمور كانت بتسير بشكل جيد، ما حدش يتكلم عن التنظيم بأي شكل فيه سلبيات. يعني الامور وده كلها، وده من الحاجات المهمه جدا اللي شفناها النهارده على فكره من بدايه اليوم طبعا. ما هو هي العمليه الانتخابيه اذا كانت متوفر لها الاشياء الاداريه او الترتيبات بشكل جيد بينعكس على الناس. ما هو انا دلوقتي صح. حضرتك لو انا رايح عشان ابدي صوتي ولقيت صعوبات والناس كلها بتتكلم من فوق، ما انا مش هروح، هعزف عن المرواح، هعزف عن التواجد. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، حضور هذا العدد الكبير في مثل هذه الظروف اللي بتمر بيها دولة فلسطين واللي بتمر بها المنطقة كلها، وبرضو الحالة المزاجية العامة للناس صحيح. ده أمر كويس بيؤكد ان في إقبال كبير جدا. انتخابات نادي الزمالك النهاردة كانت مشرفة ومشرقة طبعا. لازم نشوف الأمور بعيدا بقى عن إذا كان في السوشيال ميديا وبعض اللجان اللي بتحاول تخرب أو تعمل ده كله ما ننتبهش ليه. إدارة الأندية لابد أن تبتعد عن السلبيات، عشان تنجح لازم حضرتك تركز في هدفك، تبص قدامك. وانا شايف ان سواء القايمه او المرشحين اللي بشكل مستقل او الناس اللي كانت موجوده النهارده كلهم كانوا يعني في الفتره الماضيه لديهم حب ورغبه كبيره لخدمه نادي الزمالك. طيب يعني خلينا نروح مره تانية لنادي الزمالك للزميل العزيز خالد رزق في ضيافته المستشار عبد الله قنديه رئيس اللجنه المشرفه على الانتخابات. خالد مساء الفل عليك، اتفضل. خلينا نرحب بالمستشار الدكتور عبد الله قنديه نائب رئيس اللجنه الاداريه ورئيس اللجنه القضائيه من داخل نادي الزمالك وانتخابات نادي الزمالك بالتاكيد، وحديث كبير. برحب بسيادتك على اون تايم سبورتس. اولا النهارده يوم اكيد عصيب، يوم فيه اعداد كبير. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. كلمنا النهارده عن اليوم الانتخابي مش ازاي، ويعني امتى تم غلق التصويت لاعضاء نادي الزمالك. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو تم تكليف الساده الزملاء اعضاء النيابه الاداريه من درجه مستشار بتكليف من معالي الوزير رئيس الهيئه المستشار حافظ عباس، عدد 130 لجنه فرعيه تراسها 130 مستشار، ثم لجنه عامه من 20 عضو من الزملاء على المنصه زي ما حضرتك شايفهم. باشرنا العمل من الساعه 7 من الساعه الثامنة التاسعة صباحا، انما الحضور كان قبل 8 عشان بيرتب اللجان وما الى ذلك. من 9 اغلقنا الصناديق الساعة 7، بدأنا الفرد تقريبا من نص ساعة او تلت ساعة دلوقتي. ويوم كان شديد على اساس ان الجمهور كان في اقبال شديد من جمهور الناخبين في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وزي ما سعادتك شفت بنلاحظ بعض اللقطات على الهواء كان في اقبال وتدافع شديدين على الدخول لمقر الجمعية او مقر الخيمة الانتخابية.
احنا طبعا كان دورنا في هذا الامر هو ضروره السيطره على الناخبين بالاحترام والود وكل الاجراءات اللي هنا الحسنه السهله الميسره. بنحترم اراده الناخب، بنحترم حماس الناخب، بنحترم اندفاع الناخب ان هو جاي يؤيد واحد فالحماس بياخده شويه. لازم احنا نتقبل هذا الامر قبول حسن ونقابل هذا الامر بحياديه وشفافيه وموضوعيه. وانتهى اليوم التصويتي لغايه الساعه 7 بادئين في الفرز من ساعة نص ساعه وثلث ساعه زي ما قلت سيادتك في انتظار اعلان نتيجه ان شاء الله بعد اكتمالها فيما يقرب من ساعتين او ثلاثه من الان. كان في استثناء من بعد الساعه 7 مساء لبعض الاعضاء او خلافه ولا لا؟ هو ده مش استثناء، هو طبقا للقوانين الانتخابيه عموما وليس قانون انتخاب النادي او الجمعيات. وفقا للقوانين الانتخابيه اذا حل الاجل او جه الميعاد بتاع غلق الصناديق اللي هو الاعلان عن انتهاء التوقيت بيسمح لكل من كان متواجدا امام لجنه الاقتراع فيما يسمى في الحيز اللي امامها الذي يسمى بجمعيه الانتخاب. ده هؤلاء الاعضاء المناخبون اللي هم موجودين في هذا التوقيت بنستحصل على بطاقتهم واثبات شخصيتهم ونسبه حضورهم ونبدا نسمع لهم بالتصويت الى ان ينتهي اخر واحد مهما طالت المده. فاطاله المده بعد الساعه 7 ليس استثناء من قاعده المواعيد وانما هو سماح للناخب اللي كان موجود قبل الساعه 7 ولم يسعفه الوقت ولم يسعف اللجنه الوقت ان يسمح له في التوقيت. فده ليس مدا استثناء وانما امتداد طبيعي لحق الناخب في اللي هو الموجود في جمعيه الانتخاب. امتى اكتمل النصاب القانوني للانتخابات؟ هو اكتمل النصاب القانوني من 3-4 ساعات مثلا، نقول الساعه 3 كان مكتمل وبناء عليه احنا خدنا اليقين بتاع الاكتمال لما اعلنا الساعه 7 وبناء عليه قلنا الجمعيه العموميه لمناقشه جدول الاعمال ثم امرنا الساده الزملاء اعضاء او رؤساء اللجان الفرعيه في الفرز للسنه دي اللي معاهم. الفرز اكيد بيكون شيء مهم جدا، كل الجمهور بيكون عايز يعرف طريقه الفرز بتكون عامله ازاي وامتى يتم ختام الفرز. هو الفرز هو ختام العمليه الانتخابيه، يعني هو التصويت مرحله اولى، الفرز هي العمليه الثانيه، الفرز هو العمليه الاهم في المرحله دي عشان ببدا ارصد الاصوات التي حصل عليها كل ناخب على حده وابدا ارتب هؤلاء الناخبون ترتيب تنازلي من حيث اعلى الاصوات نزولا لادناها واختار اول واحد حاصل على الاصوات، او اذا كانوا سته بختار السته الاول، ثلاثه يبقى الثلاثه الاول من ناحيه ترتيب الاصوات. فهي اهم عمليه في المراحل الانتخابيه كلها عمليه الفرز، لان هي عباره عن ترسيخ لنتيجه التصويت اللي هو نتيجه اتجاه ايرادات الجمعيه العموميه للنادي في اختيار من يمثله في مجلس الاداره. زي ما حضرتك قلت في 130 لجنه انتخابيه، كلهم كانوا ماشيين على مدار اليوم بشكل سليم وبشكل منضبط ولا كان هناك بعض يعني العراقيل امام الاعضاء؟ العراقيل شيء طبيعي في الانتخابات، العراقيل والمعوقات والامور التي قد تخل بالامن العام او الامن الداخلي دي شيء متوقع جدا 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 وبيقابل الاول بيقابل بالود بالاحترام وان انا بفهمه الحاجه الضروريه وبعد كده لو تمادى باخد معاه اجراء قانوني. ما حدث اليوم في حقيقه الامر لا يعدل ان يكون عباره عن كلها امور بسيطه جدا تعاملنا معها بكل احترام وبكل ود احتراما لحماس الناخب في اقدامه وقدومه للادلاء بصوته اختيارا لعضو مجلس اداره او رئيس مجلس اداره النادي. لم يحدث في العمليه الانتخابيه ما يعكر صفوها بالمعنى الصحيح لهذه الكلمه على نحو كان يدعونا الى ايقاف الانتخابات ايقافا كليا او الغاء الانتخابات الغاء كليا. يعني من المتوقع ننتظر نتيجه امتى؟ دايما المعتاد في الانتخابات الموضوع بيمتد الى ساعات متاخره ان شاء الله باذن الله تعالى لو الامور صارت سيرات طبيعي في المجرى العادي الامور معانا ساعتين او ثلاثه من هذه اللحظه ونرصد هذه النتائج على المنصه الرئيسيه قدام حضرتك ونعلن الانتخابات نعلن النتيجه باذن الله تعالى مع المصر نبارح هذا المكان اللي بعد اعلان النتيجه ان شاء الله. مع المصر بشكرك جدا ودايما موفقين ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا جدا. متشكر ليك. متشكر جدا. يعني مشاهدينا ده اكيد لقاء وحديث من داخل نادي الزمالك وعن الانتخابات في نادي الزمالك اليوم، اكيد اجواء مثيره ونكون متابعين كل اللقطات وكل اللقاءات مع حضراتكم على مدار اليوم وصولا الى اعلان نتيجه الانتخابات ان شاء الله. نعود مره اخرى للاستوديو. كل الشكر للزميل العزيز خالد رزق واكيد شكر موصول للمستشار عبد الله قنديل رئيس اللجنه المشرفه على انتخابات نادي الزمالك. استاذ حسن هرجع لحضرتك مره ثانيه، وقبل ما اروح اتكلم على الانشاءات هتكلم بس في جزئيه وهي الرياضة أصبحت استثمار دلوقتي في كل الأندية في العالم، والمرحلة اللي جاية أنت محتاج ده داخل نادي الزمالك، وعندك في نفس الجزئية هيقابلك صعوبات في ملفات تجديد للعيبة يمكن أبرزها أحمد فتوح وأكتر من لاعب داخل نادي الزمالك. كيفية التعامل في الجزئية دي قبل ما نروح لجزئية الإنشاءات؟
هو طبعا ملف الكوره ملف مهم جدا، وزي ما انت قلت الرياضه زي ما احنا بقالنا سنين بنتكلم الرياضه صناعه. صحيح. وما ينفعش يكون في مصنع بيخسر والعمال بياخدوا ارباح. صح. صح ولا لا؟ لازم يكون في الاول والاخر ان يكون في الصناعه ماشيه بشكل جيد. فعشان تعمل صناعه جيده هذا الامر زي ما تحدثنا يعني كتير من اللعيبه كانت مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم خلاف اداري مع الاداره الموجوده، وبعض اللعيبه كانت بتلجا ان هي ما ترجعش تاني، او عدم تدقيق في العقود بشكل جيد يحافظ على حقوق النادي. فبالتالي انت حضرتك المرحله الجايه عشان تبعد عن هذه السلبيات وتجدد لفتوح او غيره، وكل هذه الامور مع الاستقرار وشعور اللاعب بالتعامل الجيد وان في اداره منظمه وفي لجنه كوره منظمه بتتعامل مع اللعيب، مش المساله ان انا بسيب حضرتك تدير وخلاص عشان انت صاحبي، او بسيب فلان يدير عشان هو قريب مني. لا، دايما ما بتكون في ادارات منظمه. اعتقد المنتظر لجمهور نادي الزمالك شركه كوره تكون بتدير الملف ده 100%. وبعيدا عن شركه الكوره لحد ما تنشئها او تاخد اجراءاتك اللازمه وتنهيها، انت عندك امور بسيطه جدا وسهله جدا. ان في لجنه كوره بتبقى هي مسؤوله عن هذا الملف، تقعد مع اللعيبه كلها، وتكون هذه اللجنه منطقه بشكل جيد. ما يكونش المساله ان انا سايب مدير كره وخلاص هو اللي بيقعد مع اللعيبه. ما ممكن مدير الكره اللي موجود لعيب بيكرهه ولعيب بيحبه، ممكن هو بيتعامل بشكل، ما تكون في لجنه وفي تخطيط. انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. هو ايه، احنا كلنا بكل شويه بنتكلم في الفترات السابقه في ظل ما يحدث في نادي الزمالك عن الاستقرار اللي موجود في نادي الاهلي، ان كل حد بيقوم بدوره. طبعا كل حد هو ده اللي خلق النجاح. بالظبط. انت بتشتغل بالنظام المؤسسي اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه. ايوه، هو ده. يعني مدير النشاط الرياضي مسؤول عن اللعبات. صح. المختلفه. لجنه الكوره والكوره ليها ناسها. المدير التنفيذي مسؤول عن الامور الاداريه. مجلس الاداره يبعد بقى عن التصريحات. طبعا. وعن الحاجات دي. في منظومه عالميه اللي بتتكلم وهي اللي هي نظريه الوان مان شو دي انتهت. لا خلاص بقى، ما هو في كل عالم. وبالتالي ده هينعكس على المشاكل اللي حضرتك بتقول. احنا لغايه دلوقتي المجلس الجديد ما حطش ايده في اي ملف. صح. لما يجي المجلس الجديد وربنا يكرم ان شاء الله اللي هينجح وهيبتدي يحط ايده مع اللعيبه دي، انا اعتقد ان المداولات والحوارات والالتقاء بعد اللعيبه في الفتره اللي فاتت، وكنا بنسمع عن بعض الاخبار المتداوله من بعض المرشحين، ده كان بيؤكد بشكل كبير ان المساله هيبقى فيها تقارب لوجهات النظر بين كل اللعيبه. اللعيبة الموجودة في نادي الزمالك هي لعيبة على أعلى مستوى، لعيبة بتحب نادي الزمالك. قد يكون الاختلاف اللي حصل في الفترة الماضية بالنسبة لفتوح، وشفنا بعض الكلام اللي اتقال عليه، أو هو كان زعلان أو ممكن ده يغير في الفترة المقبلة. طبعا. ويخلي فيه تقارب لوجهات النظر والتجديد يسير بشكل جيد. ثانيا، أنا أعتقد نادي الزمالك مش نادي فقير. نادي الزمالك وأنا على يقين بذلك نادي غني، عنده عضويات كثيرة وعنده مداخيل كثيرة. طبعا. وأنت كمان مع هذه المرحلة الجديدة اللي كلنا بندعمها وعايزينها ان شاء الله تكون في افضل حال، زي النهاردة ما كان يوم ديمقراطي، وزي ما حضرتك شايف على الشاشة واحنا كلنا شفنا طول اليوم. صحيح. ازاي كانت الحالة، وزي ما سيادة المستشار اتكلم ان الحاجات اللي حصلت الخفيفة او بعض الاعتراضات من بعض المرشحين كلها لا حاجات لا تستحق النظر اليها. لكن الحالة الجميلة، الناس حضرت، ناس كانت مبسوطة، المسألة ماشية بشكل كويس، بتدخل من باب تروح تسد صوتك، تخرج من باب تاني عشان عدم التزاحم، خيمة كبيرة جدا وتساعد الناس كلها، الأجواء كلها كانت جميلة جدا، وشفنا أجواء كويسة، الناس كانت حتى مبسوطة وهي رايحة بتدي أصواتها، وكانت حريصة. الحضور اللي سيادة المستشار اتكلم عنه واتكلم عن هذا الحضور والإقبال الكبير من أعضاء الجمعية العمومية، ده بيعكس أمور إيجابية. هذه الأمور نبني عليها كلنا، نبني عليها للصالح العام لنادي الزمالك. مفيش يعني رياضة هتكون بفريق واحد او فريقين، ما يكون قطبي الكره المصريه موجودين، ما يكون الاهلي والزمالك والانديه الجماهيريه زي الاتحاد والاسماعيلي والمصري والانديه دي كلها، دي هتحيي اللعبه وهتعظم من مداخلها. ما هو انت دلوقتي انت شايف الدوريات حواليك كلها بتحاول تشتغل على نفسها. انت لازم القماشه بتاعتك تبقى كويسه. ما هو القماشه بتاعتك مين؟ اعرق تاريخين ناديين في افريقيا والشرق الاوسط، الاهلي والزمالك، الى جانب الاسماعيلي والانديه الشعبيه. فاذا سقط منك نادي الزمالك انت مش هتبقى عندك سلعه كويسه. طبعا. زي ما نادي الزمالك اذا سقط منه كره القدم نفس القصه. فانا اعتقد ملف الكره ملف مهم، وفي حلول موجوده
يعني انا مش بصدد الافصاح، انا مش عايز اسبوت بس على ملف كره القدم، ولكن في ملفات اخرى وفي العاب اخرى داخل نادي الزمالك، ويمكن بتحقق انجازات وبتحقق بطولات لجمهور نادي الزمالك. فبتتكلم في كره اليد، في كره السله، في كل يعني في العاب كتيره موجوده، وهي ملفات اعتقد ملفات مهمه جدا جدا، ملفات مهمه. وكمان ازاي انك ترتقي بالنادي نفسه اللي موجود في ميت عقبه او نادي الزمالك في مقره الحالي. ما هو انت لازم ترتقي بالخدمات طبعا، لان عدو الجمعيه العموميه منتظر منك كتير، بعيدا عن الملفات الرياضيه اللي بتهم عدد كبير من الجماهير واعضاء الجمعيه العموميه، لكن عدو الجمعيه العموميه نفسه اللي عايز يدخل المكان صح. عايز يجد خدمات افضل من اللي كانت موجوده. ما هو في حاله وجود لجان وجود تدربات وكذا، ما بيكونش الخدمه على احسن حاجه او افضل شيء. فده برضه ملفات مهمه. ما هو انا حضرتك دلوقتي، ما انا لسه ما اتكلمنا في موضوع حتى العمال والناس اللي هي مرتباتها، ما انت عشان تشغله كويس لازم تكون بتدي له مرتبه صح. ما ينفعش تاخر مرتبه شهرين ثلاثه او الناس اللي موجوده ومش عارفين مرتباتهم. كل ده لازم يتنظم، وعشان تنظمه محتاج فلوس. عشان كده انا قلت حضرتك في البدايه، زي ما في ملف في ديون، في ملف في مداخيل. هذه المداخيل يمكن تعظيمها ويمكن العمل على زيادتها وتنميتها. انا اعتقد مع المرحله الجديده والحاله الجيده اللي شفناها من الدوله ووزاره الشباب والرياضه وكل القائمين على المجال الرياضي، اعتقد هذا الدعم هينعكس في وجود حاله استقرار هتفتح لوحدها مداخيل جديده. ثانيا، في كتير ناس من الشركات زملكاويه وكانوا نفسهم ان هم يشاركوا مع الزمالك في الفتره اللي اعتقد ده هيكون ليه يعني رد فعل مع مجموعة مختلفة، مع ناس جديدة، مع تقارب وجهات النظر. انا اعتقد ده هيبقى فيه، ما ينفعش فنية الزمالك ما يكونش عليها معلنين. يعني انا سمعت من حضرتك كلمة استقرار اكتر من مرة على مدار الساعة اللي هو ده اللي بيعمله، واعتقد هو ده اللي محتاجه نادي الزمالك في الوقت الحالي. لان انت غني بمواد عندك موجودة، بلعيبة، في كل اللعيبات الاصول بتاعت نادي الزمالك تكفيك وتقدر تشتغل عليها بشكل كويس جدا، ولكن كل ما تحتاجه هو الاستقرار. عشان هي دي كلمة السر في الموضوع على فكرة. واحنا بنقول استقرار مش معناها استقرار ان مجلس يقعد على الكرسي يستقر، لا، استقرار من الناس المحيطين ان تترك النادي يعمل او تترك اي مجلس يعمل واحكم عليه. استقرار ان انت، ما انا دلوقتي ما اعيش في قضايا، هركز في القضايا والمشاكل وان انا قاعد مهدد وقاعد ولا ماشي، ولا هركز في الملفات اللي انا بشتغل عليها. ما هو ده الاستقرار. الاستقرار ان انت ما كنت يعني تيجي لجنه تقعد 3 4 شهور او 5 شهور وتمشي وتيجي لجنه ثانيه، ما هو ده ما فيش استقرار طبعا. كل الحاجات دي ما فيهاش استقرار. اما مجلس اداره يتحل ويرجع يقعد سنه بره بيدور على ان يرجع ويرجع تاني، ما المرحله دي فيها خلل. الاستقرار معناه ان النادي يكون مستقر اداريا. لو استقر اداريا هينعكس ماديا وهينعكس معنويا وهينعكس على كل حاجه. هي دي كلمه استقرار. انما استقرار كمان بتعني ان احنا كاعلام نترك المجلس اللي جاي يعمل، ما نكونش يعني في سلبيات نركز عليها اكتر من الايجابيات، ما يكونش كل رؤيتنا سلبيه صحيح. فهو دي الاستقرار. الاستقرار بيشمل عوامل كتيره جدا لازم الناس تساعد عليها. انت كجمهور لازم برضه تسيب الفريق وتسيب الناس تشتغل، ما تحكمش على اول ماتشين ثلاثه ان الفريق حتى لو في مرحله جديده، لا ده المجلس مش قادر يدير، ده المجلس ملف الكره كذا. لا، اترك الناس يعملون لفتره ثم احكم عليهم. ما بيجي مدرب جديد، وانا مش بنقول برضه محتاج يستقر ومحتاج نحكم عليه اديله عدد من المباريات و سرعه الحكم عليه، ندي برضه للمجلس اللي جاي فرصه ان يشتغل. وانا اعتقد ان المرحله القادمه هتكون مرحله فارقه في يعني تاريخ نادي الزمالك. انا اعتقد دي بدايه تحول مختلف جدا بعد فتره طويله من الانقسامات والانشقاقات وكثير من السلبيات. فأنا بتمنى كواحد من يعني أعضاء نادي الزمالك والناس الإعلامي متابع أو يعني متابع بشكل كبير لما يحدث في نادي الزمالك، أتمنى من المرحلة القادمة تكون بتأسس، أو المجلس القادم يأسس ويستغل الحالة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت من تكاتف الرموز كلهم أن يأسس لمرحلة جديدة في تاريخ نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك وهو واحد من اهم العوامل اللي موجوده الفتره اللي فاتت لدعم فريق الكره داخل نادي الزمالك، مش فريق الكره بس، كل الالعاب داخل نادي الزمالك،
بتشوف حضرتك الجمهور محتاج ايه الفتره اللي جايه من مجلس الاداره الجديد؟ محتاج يطمن بس. يطمن ان على مستقبل النادي، لان الجمهور الزمالك بالذات هو عاشق بشكل كبير للنادي، حتى يعني في ظل الازمات بيكون برضو واقف داعم بشكل كبير للاعيبته وداعم كتير لجماهيره، وشفنا ده في المباراه اللي كان الزمالك خسران فيها وكان مهدد ان هو يعني يخسر، وحصل ريمونتادا ورجع صحيح. الزمالك تاني ولعب بشكل سوبر مباراه فريق السونار او سولار تقريبا سولار. فكان الجمهور ليه عامل كبير طبعا، وجمهور الزمالك في الفتره المقبله لو شاف اريحيه في الاداره وشاف ان في رؤيه مختلفه، انا اعتقد ان الجمهور هيكون داعم بشكل كبير. جمهور الزمالك ليه طبيعه خاصه شويه، جمهور الزمالك عاشق للاداء الجيد، عاشق لان فريقه دايما يكون في المنافسه، يكون موجود. فبالتالي الفتره اللي فاتت كان يعني كثير من السلبيات اللي بتحصل بتاثر على فريق الكوره، بتاثر على الفرق الاخرى بشكل كبير، ولو ان اللعبات الاخرى كانت ماشيه بشكل كويس، ولكن الازمات اللي كانت بتحصل كانت بتنعكس ابرز شيء على فريق الكوره، فكان بيأثر على الجماهير بشكل كبير جدا، وكان بيضعهم في مواقف هم بيحزنوا فيها، لان المباريات سهله بتضيع، بطولات بتضيع، فترات طويله النادي ما بيحققش بطولات، يعني كل فتره ياخد الدوري ياخد الكاس كذا، لكن مفيش استقرار في الحصول على البطولات بشكل مستمر او التواجد في المنافسه حتى الرمق الاخير. جماهير الزمالك، وانا اتمنى ان هم يعني الفتره الجايه يكون نفس الروح اللي عند اعضاء الجمعيه العموميه واللي شفناها النهارده تنعكس على الجمهور، وان الناس تركز على الامور الايجابيه، تركز ان هي ازاي تدعم هذا الفريق عشان يحقق لهم الشكل اللي هم عايزينه. ما هو انت حضرتك اما تتعامل دلوقتي بشكل فيه بعض الهجوم على اللعيبه او بعض الاشياء اللي هي ممكن تؤثر على اللعيبه نفسيا طبعا. ده هيخلي اللعيبه نفسها مش هتأدي بالشكل الجيد، فدعمك للاداره هيجيب نتيجه ايجابيه، هيجيب نتيجه ايجابيه، هيجيب نتيجه عكسيه مؤكد يعني مليون ده في المية. ده الطبيعي يعني، وده اللي المفروض طبعا يكون بيعي جمهور نادي الزمالك يعني. وهو ده الاساس، وجمهور الزمالك جمهور واعي زي جمهور الاهلي، زي الجماهير الانديه الجماهيريه كلها، كلها جماهير واعيه وبتحب انديتها، وهو جمهور ما هو شايف يعني، هو شايف ان النادي مر بصعوبات كثيره طبعا الفتره اللي فاتت، شايف ان في طاقه جديده او مرحله جديده، الناس كلها بتامل ان هي تكون مرحله مختلفه وطيبه وجيده، فالجمهور شايف لازم يدعم هذه المرحله. ما هو انت دلوقتي لو مش هتدعم هذه المرحله الجيده، ما هو النادي هيفضل برضه في نفس العثرات، وفريق الكوره مش هيلاقي يعني الامور اللي تساعده على انه يصير بشكل جيد. انت واخد بال حضرتك ليه؟ لان فريق الكوره هي كلها حاله نفسيه طبعا. ان الفريق ما دام ترتيباته واجراءاته ماشيه بشكل كويس، اللعيبه بتحصل على مستحقاتها بشكل جيد طبعا، عندها ثقه في الاداره الموجوده ان هي بتلتزم بكلامها معاها وتعاقداتها، اعتقد اللعيب هيبقى متفرغ جدا، مفيش حاجه بتشغله، فالفريق هينجح وهيكون منافس وشكله كويس جدا. استاذ حسن شرفتني ونورتني، تشرفت بحضرتك النهارده. شكرا جزيلا ليك، وبكرر شكري تاني لكل القائمين على القناه والقائمين على البرنامج، وتحياتي لحضرتك. بشكر حضرتك استاذ حسن خلف الله رئيس رابطه النقاد الرياضيين، موجودين مع حضراتكم ومستمرين على مدار اليوم. يوم مميز، يوم مهم النهارده لكل جمهور نادي الزمالك، انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك الجديد 2023، لسه مكملين مع حضراتكم على مدار اليوم، هنرجع مره تانيه لحضراتكم ونلتقي دائما على خير.